أهلا بكم. نيران إسرائيل تمتد من غزة إلى لبنان إلى اليمن وسوريا. تطارد قيادات المقاومة في لبنان وتقطع طريق الإمداد في سوريا وتضرب الإسناد في الحديدة باليمن. غزو وشيك ومحدود إلى لبنان. يقول جيش الاحتلال أنه وضع الاستعدادات اللازمة ونقل القوات من غزة إلى الحدود الشمالية لإحداث تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة. في المقابل تقول المقاومة في لبنان أنها مستعدة للالتحام البري مع العدو وأن دخوله بريا إلى الجنوب لن يكون نزهة، فيما أعلنت أنها جاهزة لكل الاحتمالات. خارج حدود المعارك تحذر واشنطن من حرب إقليمية شاملة، لكنها لا تضغط بالقدر الكافي للجم حليفتها إسرائيل. ويكتفي رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالقول إنه سيتصل بنتنياهو، بينما ترى طهران أو أنها سترد في الوقت المناسب، الوقت الذي لا تريده على ما يبدو أو لن يأتي بحسب مراقبين. إلى هذا التقرير ومن ثم العودة. من غزة إلى الضاحية والإبقاع ثم بيروت وحمص فالحديدة، في عدة جبهات يتحرك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في المنطقة، يعربد، يقتل، يدمر ويهجر، وأبعد من ذلك يلوح بأن إسرائيل ستصل لكل من يهاجمها أينما وجد. يصعد بيبي كما يلقبونه بأهداف حربه من استعادة المحتجزين في غزة إلى عودة الإسرائيليين لمستوطنات الشمال، ثم أكثر إلى تغيير واقع الشرق الأوسط استراتيجية على مقاس مصالحه. ليس هذا فحسب، فالرجل صاحب أطول فترة في منصبه برئاسة وزراء إسرائيل يحقق تقدما جديدا على الساحة الداخلية عبر ضم غريمه السابق جدعون ساعر إلى الائتلاف الحكومي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التفكيك قبل أسابيع قليلة. ثم يعيد نتنياهو لملمته بإراقة دماء جديدة في الشرق الأوسط. لم تعد إسرائيل تنتظر التهديدات بل تواجهها، هكذا يقول جيرانالاتها، بينما يواصل نتنياهو توظيف إنجازاته باغتيال قيادات المقاومة في لبنان وغزة وتحويلها إلى مكاسب سياسية تؤهله إلى البقاء في مقعده أعواما أخرى، في وقت تبدو فيه المقاومة في حالة صعبة جراء الضربات الموجعة التي تعرضت لها خلال الأيام الأخيرة، وتعول على رد إيران التي تعيش اليوم اختبارا صعبا لصدقية تهديداتها وخطاباتها الساخنة ضد إسرائيل، حيث تقف المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة. وبعد متابعة ما جاء في هذا التقرير من أجل الحديث ومناقشة هذه المواضيع مع ضيوفي، ينضم معنا على الهواء مباشرة من رام الله الكاتب المحلل السياسي جهاد حرب، وسيكون معنا هاتفيا من بيروت الكاتب المحلل السياسي أحمد عايش، وأيضا سينضم إلينا لاحقا من القاهرة عبر زوم الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية هاني الجمال. أرحب بضيوفي وأبدأ الحديث مع ضيفي من رام الله. سيد جهاد، إسرائيل تروح بشن عملية برية عسكرية على الحدود اللبنانية، في المقابل المقاومة في لبنان تقول بأنها جاهزة لكل السيناريوهات، هل من المحتمل بالفعل أن تشن إسرائيل هكذا عملية عسكرية في الوقت القريب أم ماذا؟ سيد جهاد، هل تسمعني؟ لكن السؤال يعني احيانا بيذهب الصوت. واضح انه نحن امام احتمالات اكبر للوصول للحرب البريه او الاجتياح البري الاسرائيلي في الجنوب اللبناني، خاصه ان جميع التصريحات اليوم تتحدث عن ذلك، ولقاء جالنت قبل قليل مع فرقه المدرعات وتصريحاته تشير الى بوضوح الى اننا امام مرحله جديده من الحرب في لبنان، وقد تمتد هذه لفترة زمنية. لذلك أقول بأنه يمكن للاحتلال الإسرائيلي بقوته العسكرية الواسعة والكبيرة الدخول البري إلى جنوب لبنان، لكن سيواجه مقاومة. شكل هذه المقاومة وحجمها يمكن أن تكون أكبر مما هو متوقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي،
أو أنه سيكون أقل من ذلك. في كل الأحوال نحن شاهدنا الاجتياح البري الإسرائيلي إلى قطاع غزة على مدار العام الماضي، ولم تنجز أهدافها العسكرية إذا جاز التعبير والسياسية في قطاع غزة. فأعتقد أننا أمام مرحلة طويلة من الحرب في لبنان، ما لم يكن هناك تغيرا أو حدثا كبيرا يغير المعادلة على مستوى الاحتلال الإسرائيلي أو تدخلا خارجيا كبيرا، كأن يكون هناك ضغطا أمريكيا واضحا وكبيرا على الحكومة الإسرائيلية. ربما نشاهد ذلك ما بعد الانتخابات الأمريكية، لكن في المدى المنظور في ظني أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من المواجهة، ذاهبة إلى مزيد من الحرب وأيضا من العنف الذي يخلقه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وطبعا في لبنان. نعم، ابقى معي إن سمحت سيد حرب، ودعني أنتقل إلى بيروت وأجدد الترحيب بضيفي من هناك أحمد عايش. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. يعني نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال بأنه بعد اغتيال نصر الله استمرت عمليات المقاومة بنفس الوتيرة المتصاعدة، وتحدث عن خطط بديلة. برأيك ما الذي يريد إيصاله من ذلك، سيما وأنه قال أن المقاومة على أكمل وجه وجاهزة لكل السيناريوهات في حال ذهبت إسرائيل باتجاه شن عملية عسكرية في لبنان؟ طيب، على ما يبدو بأن هناك خلل في الاتصال مع ضيفي، سنعود الاتصال به لاحقا. ينضم معنا من القاهرة الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية هاني الجمال. أهلا ومرحبا بك معنا سيد هاني. أهلا بحضرتك وأهلا بضيوفك الكرام والسادة المتابعين. أهلا بك. الولايات المتحدة تواجه سباقا انتخابيا خلال الشهرين المقبلين، هل نجد موقف أكثر ضغطا على إسرائيل برأيك، سيما وأن بايدن يقول بأنه سيتصل بنتنياهو، وكان قد حذر سابقا أو تحدث في أكثر من معرض له بأنه لا يريد الوصول إلى مرحلة المواجهة لتمتد إلى حرب إقليمية ولا يرغب بهذه الحرب؟ للأسف التصريحات الأمريكية تقريبا تكون عكس الرغبات والتفعيلات الواقعة على الشرق الأوسط. خلال 10 زيارات لبلينكين كان دائما بيتحدث فيهم عن عدم التصعيد في الشرق الأوسط وعدم زيارات عسكرية، ولكننا في كل زيارة نجد عمليات عسكرية شعواء تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين أو ضد اللبنانيين أو حتى في الوقت الراهن ضد الحوثيين. معنى ذلك أن هناك توافق الرغبات الأمريكية والإسرائيلية في تغيير جيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط. هذا التغيير تبعته العمليات العسكرية الواسعة التي قامت بها إسرائيل سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ثم بعد ذلك نقل العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى الجهة الجنوبية للبنان، ثم اغتيال العديد من حزب الله كان آخرهم السيد حسن نصر الله. ومن ثم بدأت التطلعات الإسرائيلية بوجود عملية برية محدودة، ولكن هذه العملية البرية لن تكون محدودة، سوف تكون واسعة لأجل عمل منطقة عازلة واسعة إلى ما بعد نهر الليطان، ومن ثم التحرك في جهة الشرق ثم الشمال، باعتبار أن جهة الشمال هي الجهة الوحيدة في الوقت الراهن التي سوف تغذي حزب الله بالدعم اللوجستي الأسلحة بعد استهداف ليس فقط قادة حزب الله ولكن أيضا بسبب استهداف مخازن السلاح. الرغبات الأمريكية في الوقت الراهن معطلة بسبب الانتخابات الأمريكية، ولكن دعنا نتفق على نتنياهو خلال زيارة للكونغرس وإلقاء خطابه الرابع هناك استطاع أن يأخذ الصوت الأكبر من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء بأن يكون هناك توسيع العمليات الإسرائيلية العسكرية في المنطقة، بل بالعكس أن تكون هذه العمليات هي توافق رغبات كونغرس
كما قالت شرق اوسط مع رغبات اسرائيل التوسع والتمدد الثالث للدوله اليهوديه، وبالتالي فان ما تقوم باسرائيل هو مباركه كبيره من امريكا ودعمها ليس فقط من خلال دفع الفيتو في المتحده او مجلس الامن ضد مشروعات القرارات التي تدين اسرائيل او تدعو الى وجود هدنه انسانيه او الوساطه ما بين مصر واسرائيل ما بين مصر وقطر وامريكا لوجود هدنه انسانيه، ولكن ايضا بدعم اسرائيل العديد من الاسلحه المتطوره. ويمكن ما شاهدناه في عمليه اغتيال السيد حسن نصر الله واستخدام 80 مقذوف من طيب ان لم تكن الولايات المتحده يعني هذه تصريحات دقيقه او صادقه منها، وبالفعل يعني ربما ما تحت الطاوله مختلف عما يتم التصريح به بالعلن، لماذا الولايات المتحده تقول بانها لا تريد اندلاع حرب شامله في حين تقدم الدعم لاسرائيل وترسل قوات الى الشرق الاوسط؟ يمكن هذه التصريحات الامريكيه دائما ما يكون لها طرفين، دائما نتنياهو سياسه الصراع من اجل الدبلوماسيه، هو منطوق جديد استخدمه نتنياهو وتدعمه فيه الامريكيه بالضغط على اطراف الصراع بشكل قوي من خلال العمليات العسكريه الواسعه والداعمه والتي تميز اسرائيل وتجعل لها في هذه العمليه العسكريه، من اجل الضغط على الاطراف الفاعله بان يكون هناك قبول للدبلوماسيه التي توافق فقط الرغبات الاسرائيليه وليس اي اطراف. هذا ما شاهدناه احتلال شرق معبر رفح وتواجدها في معبر فلاديفيا وهو المنافي لعمليه السلام، ومن ثم توجه نحو المتسكين والذي قطع اواصر قطاع غزه والتوجه الى الضفه الغربيه السلطة الفلسطينية، ومن ثم التعاهد إلى وجود الجبهة الجنوبية وتصدير الأزمة ليس فقط لحزب الله ولكن حكومة نجيب ميقاتي، وطبعا المبادرة الفرنسية الأمريكية ظهرت في الأمم المتحدة. سأعود مرة أخرى للحديث في هذه المسألة ولقاء إذن رئيس الوزراء الفرنسي مع نجيب ميقاتي، سأعود للحديث في هذه النقطة، لكن دعني حتى لا أطيل على ضيفي من رام الله. سيد جهاد، هل يمكن القول بأن شهية إسرائيل مفتوحة سيما بعد اغتيال قيادات في المقاومة اللبنانية، نتحدث عن قيادة في الصف الأول والثاني لحزب الله، هذا ربما ساعد إسرائيل على المضي قدما في تسديد ضرباتها وتصاعد أيضا وتيرة الأحداث؟ طيب، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفي من رام الله. عود لك سيد هاني في مسألة لقاء وزير الخارجية الفرنسي في لبنان مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والذي أكد من خلالها ميقاتي بأنهم أو أن لبنان على استعداد لتطبيق وقف إطلاق النار والالتزام بقرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى طبعا جنوب الليطاني. إذا ما تحدثنا بعيدا عن الحلول العسكرية أو الخيارات العسكرية، هل هناك متسع أو مجال لحل دبلوماسي لوقف إطلاق النار ما بين الطرفان، أم ربما هذا أمر مستبعد؟ أعتقد ما قامت به اللجنة الانبثاق التي خرجت من الجامعة العربية، هي لجنة التواصل مع لبنان، قام بها الوزير المصري السفير المصري في لبنان بلقاء ميقاتي والسيد نبيه بري من اجل تفعيل الثلث المعطل في السلطه اللبنانيه، وهو ان يكون هناك انتخابات رئاسيه تؤكد على دعم الدوله اللبنانيه ومن ثم دعمها عسكريا لتواجد القوات العسكريه اللبنانيه بديلا للميليشيات لحزب الله في هذه المنطقه، هي خطوه مهمه جدا للدبلوماسيه العربيه والدوليه. ولكن دعنا نتفق ان في الوقت الراهن هناك تسريع العمليات العسكريه الامريكيه الاسرائيليه في المنطقه قبيل بدء الدراسه في الجامعات الامريكيه والاوروبيه على السواء. ما شاهدناه في الاشهر الماضيه بوجود نهرات ومتظاهرات كبيره جدا اثرت على الحياه السياسيه في اوروبا وفي امريكا بسبب التظاهرات الطبيعيه، ومن ثم فان امريكا تحاول هي ايضا تسريع وتيره العسكرية الإسرائيلية حتى يكون هناك فرض أمر واقع في منطقة الشرق الأوسط قبيل بدء الانتخابات وقبيل العام الدراسي الذي أعتقد عند بدء سوف يكون هناك تحرك كبير ضد الإدارة الأمريكية وتحرك كبير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبالتالي إن لم يكن هناك تحرك سريع من الإدارة الأمريكية سواء في دعم المبادرة الفرنسية أو حتى مدعم المبادرة الفرنسية العربية التي تم تدشينها في الأمم المتحدة في الأيام الماضية من أجل وضع حلول وهو
الثانيه في لبنان، اعتقد الامر سوف يكون ياخذ السيطره وتكون المنطقه في حاله اشتعال دائم. يمكن صحيح الله في الوقت الراهن بيقدم الدعم او المواجهه لاسرائيل، لكن هذه المواجهه لن تكون على نفس القدر الذي قامت به اسرائيل باستهداف القيادات العسكريه في حزب الله، ومن ثم الانتهاء من الصف الاول والصف الثاني من قيادات الحزب. ليس هذا فقط، لان العقيده التي كان يتمتع بها قاده حزب الله بعد انسحاب ايران من الدعم الكامل لهم، فهذه المواجهه المباشره مع اسرائيل تؤثر سلبا على الجيل السابق ومدى اليات ما يمتلكه من ادوات، لان استهداف اسرائيل ليس فقط للقاده ولكن لايه؟ المعسكرات ومخازن السلاح ومن ثم القوه العسكريه لحزب الله تعطلت بشكل كبير، بل ان هناك ايديولوجيه غريبه في الاختراق الامني الذي حدث في حزب الله وفي ايران. نعم. تؤكد على وسائل التواصل مع القاده في حزب الله هي للاسف معطله بشكل كبير ومكشوفه بالنسبه للجانب الاسرائيلي، والذي يستغل هذه الثغرات الامنيه الاستخباراتيه من اجل تحقيق اهدافه العسكريه، ليس فقط بوجود منطقه عازله واسعه، ولكن بيحرج النظام اللبناني الراهن بتوزيع هذه العمليات العسكريه واحتلال اجزاء كبيره، ليس فقط من الجهه الجنوبيه ولكن ايضا للجهه الشرقيه ايضا وما وراء نهر الفرات. وبالتالي فان اسرائيل تحاول ان ترسل طمأنة للمستوطنين الاسرائيليين في المناطق الشمال، ليس فقط بعد الحياه الطبيعيه كما كانت قبل 7 أكتوبر، ولكن ايضا وجود منطقه عازله واسعه باعتراف دولي سوف تعمل عليه اسرائيل انتزاع من الدول الكبرى من اجل وقف هذه العمليات العسكريه، خاصه ان تصنيف المجتمع الدولي لحزب الله والحوثيين وحماس بانهم جماعات ارهابيه، فبالتالي تستغل اسرائيل هذه الشراكات الدوليه العمليات العسكريه بمحاربه الارهاب. طيب ابقى معي ان سمحت سيد هاني، عذرا على المقاطعه، لكن سعود الى ضيفي من رام الله سيد جهاد حرب، انضم علينا من جديد اذا ما كنت تسمعني. سيد جهاد، كنت قد تساءلت بخصوص ان اسرائيل وبعد ان نفذت عمليه اغتيال بحق الصف الاول والثاني في حزب الله، هل تعتقد ان شهيه اسرائيل باتت مفتوحه وهذه الاغتيالات لصف المقاومه في لبنان ربما اعطاها نفسا طويلا ويعني اعطاها مجالا اكثر من اجل المضي قدما في تنفيذ مزيد من الضربات بالتالي تلويحها لشن هذه العمليه العسكريه البريه؟ يعني اعتقد ان اسرائيل في نشوه الانتصار بين قوسين كما تعتقد هي، بأنها بعد عمليات الاغتيال لقيادات من حركة من حزب الله وكذلك ما جرى في عملية البيجر وغيرها من الاتصالات قد تؤهلها، تعتقد إسرائيل بأنها تذهب إلى حرب برية أو توسيع حربها، وهذا ما شاهدناه صباح هذا اليوم باغتيال عدد من قيادات الجبهة الشعبية في بيروت خارج نطاق الضاحية الجنوبية. لذلك في أغلب الظن أن إسرائيل ذاهبة لتوسيع هذه الحرب في إطار ما تراه بأن لديها القدرة على الاستمرار وأن لديها القدرة العسكرية الغاشمة. وأقول أنا أن إسرائيل بدأت بالمرحلة التوحش، بالمعنى أنها لا ترى أي من الأطراف أو أي من القوى الأخرى في هذه المنطقة، وتعتمد على القدرة العسكرية الهائلة التي لديها والدعم الأمريكي المتواصل سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي، وهذا ما نشاهده في الأمم المتحدة على سبيل المثال والمؤسسات الدولية الأخرى التي توفر من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية الحصانة والحماية لإسرائيل لإفلاتها من العقاب أمام المجتمع الدولي. وفي ذات الوقت تعتبر ذاتها أي إسرائيل أنها هي بين قوسين الأزعر في هذه المنطقة ولديها القدرة للبطش بأي من الأطراف، لا من غير، يعني سنرى إسرائيل تحاول التمدد أكثر في وحشيتها في لبنان من خلال عملية الاجتياح البري. لذا هي إسرائيل اليوم تعتقد بأن لديها القدرة على القيام بهذا الأمر ولديها الدافعية لذلك في ظل مزاج شعبي واسع في إسرائيل لاستمرار الحرب أو لاستمرار القتل والتدمير. يعني هل تعتقد أنه بالفعل هناك تأييد من الشارع الإسرائيلي لنتنياهو بهذه الحرب سيد جهاد؟
هناك تأييد للحرب. 60% من المجتمع الإسرائيلي يؤيدون الحرب على لبنان. نعم. وشاهدنا في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حوالي 80% من الإسرائيليين يؤيدون الحرب والعدوان على قطاع غزة على سبيل المثال. لذلك هناك دعم هائل للحرب من قبل المجتمع الإسرائيلي على الرغم من الاحتجاجات التي نراها في الشارع لعودة الإسرائيليين أو الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة. فيما يتعلق بلبنان هناك دعما واسعا للحكومة الإسرائيلية من قبل المجتمع الإسرائيلي. وانضمام اليوم الساعر إلى الحكومة الإسرائيلية يعني ذلك بأن أطراف أيضا من المعارضة تؤيد الذهاب إلى حرب. وسمعنا بني جنت، سمعنا لبيد أيضا يذهبون إلى ذلك، إلى تأييد الحرب على لبنان. نعم. في كل الأحوال إسرائيل اليوم أو الحكومة الإسرائيلية اليوم ترى بأن هناك فرصة مواتية لاستمرار العمل العسكري في لبنان، سواء فيما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي يقف متفرجا عمليا، وثانيا بالعمليات التي جرت أو نجاح العمليات الاغتيال التي قامت بها إسرائيل على مدار الأسبوع الماضي. يتهيأ لإسرائيل بأنها لديها القدرة على الذهاب بعيدا في حربها من خلال يعني عدة عوامل ربما تساعد بنيامين نتنياهو وتدعمه في هذا الاتجاه، سيما في ظل التأييد الكامل من قبل حكومته إسرائيل أو لوقف الشارع الإسرائيلي. سأعود إلى هذه النقطة سيد جهاد، لكن حتى لا أطيل على ضيفي. سيد هاني نتنياهو وحتى منذ أن بدأ حربه على غزة كان دائما ما يلوح إلى خلق شرق أوسط جديد، هكذا قال، وإلى تصريحات ربما قبل أيام بأنه يقول أن تغيير توازن القوى في الشرق الأوسط يتطلب تحالفات جديدة. ما الذي قصده هنا وعلى ماذا يعول نتنياهو في هذه المسألة؟ نتنياهو بيعتمد في هذا الأمر على الدعم الأمريكي اللامحدود له في هذه العمليات العسكرية وتوافق الرؤية الأمريكية الإسرائيلية في إحداث تغيير جيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط. يمكن ساعده في هذا عمليات التطبيع العربية السابقة من قبل 7 من أكتوبر، وكانت أهم هذه العمليات هي التطبيع مع المملكة العربية التي توقفت كليا بعد عملية 7 من أكتوبر. فإن إسرائيل تحاول أن تستخدم سياسة العصا والجزرة، سياسة العصا والجزرة مع الدول ما في المنطقة. هناك اتفاقيات أمنية ودولية مع إسرائيل مع بعض الدول مصر والأردن، وهناك تطبيع أيضا مع بعض العربية، ولكن هناك بعض الدول الأخرى التي حتى الآن ليس بين تطبيع أو حتى عمليات من الاتفاقيات الدولية. ومن ثم فإن الوضع الراهن هذا التمدد الإسرائيلي التي استطاعت فيه أن تقدر الأمريكية بامتلاك أسلحة نوعية وغطاء دولي فيما تقوم به العمليات العسكرية تضغط على الشرق الأوسط من أجل تفتيت القوى السياسية فيه. فبالتالي ما نراه اليوم في فلسطين إحراج السلطة الفلسطينية والقضاء على حماس وهدف استطاعت إسرائيل أن تحققه هذا الوقت، في حين أنها أيضا تستغل الفراغ الرئاسي في لبنان بالضغط على لبنان متغنية عن هذا الأمر بما يحدث من يحدث في لبنان، سواء كان باغتيال السيد حسن نصر الله أو تقليم أظافر حزب الله أو للأسف وجود الثلث المعقد في السلطة اللبنانية. نأتي أيضا إلى دول الشرق الأوسط الأخرى التي كانت تستغل إيران فزاعة لها بعد السلام واتفاقات السلام ما بين إسرائيل ما بين إيران وبين السعودية. كان هناك تحرك كبير لإسرائيل من إسكاء المشروع الصهيوني في المنطقة مقابل المشروع الصهيوني، وبالتالي كان الغطاء الأمريكي ممددا لهذه التحركات الإسرائيلية في المنطقة. ومن ثم فإن إسرائيل استفادت من هذا العداء ما بين التحركات التي قامت بها إيران بدعم من الصين وروسيا لوجود حالة من الهدنة مع الدول العربية كان باتفاقية مع السعودية أو عودة العلاقات الدبلوماسية الراهنة بين مصر وإيران. معنى ذلك تحالفات ما بين الدول القوى الإقليمية في مصر تركيا ومصر والسعودية وإيران كان خطر كبير يهدد الدولة الإسرائيلية. ومن ثم فإن تحركات أمريكا العكسية تجاه هذه التحالفات الإقليمية بجانب إسرائيل هو الذي أثار هذه الوتيرة، وبالتالي أصبحت إسرائيل بجانب أمريكا بجانب إسرائيل يقومون بتفخيخ هذه الأمور. ما شاهدناه من قلاقل الدولية أو الوضع بالنسبة للسعودية أو حتى الضغط على إيران من خلال تقليم أظافر المقاومة في المنطقة، وبالتالي وجود إسرائيل في
منطقة شرق رفح، مما يهدد علاقاتها التاريخية أو الاتفاقيات التاريخية من مصر وإسرائيل. يمكن مصر في الوقت الراهن تحاول أنها تستخدم الصبر الاستراتيجي في التعامل مع هذه الأزمة من أجل أن يكون هناك تواصل دبلوماسي مع إسرائيل لإقرار هدنة إنسانية وعودة الرهائن، إلا أن مصر في الوقت المناسب سوف تستخدم الدبلوماسية الخشنة في هذا الأمر من أجل إطراد حقها التاريخي في عدم تواجد وشرعنة تواجد إسرائيل، وأن يكون البديل هو السلطة الفلسطينية في شرق. نعم، كما إن سمحت سيد جهاد، يعني الاحتلال يقول بأنه ضرب حزب الله في مقتل وأضعف قدراته العسكرية وأشار إلى فقدانه أيضا منظومة السيطرة. بالتالي خرج نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وحذر الاحتلال من دخول أو من شن عملية برية، وأشار إلى تكذيبه روايات الاحتلال بأنها ضربت القدرات العسكرية لحزب الله. كيف تتلقف إسرائيل هذه الرسائل وهذا الخطاب برأيك؟ يعني إسرائيل في ظني أنها في طور الغرور. عندما كانت تقديراتها الاستخبارية تقول بأن قدرات حزب الله عالية وكبيرة، في الوقت الذي قامت بعملية الاغتيال اليوم تقول أنها قد ضربت الكثير من قدرات حزب الله. في كل الأحوال ما سمعناه اليوم من قاسم هو ترداد لما قاله أمين عام حزب الله قبل أسبوعين تقريبا أو أسبوع ونصف، بأن الحرب البرية أو الدخول البري سيكون ليس نزهة للإسرائيليين، بل يتمنى حزب الله قيام إسرائيل بهذه الخطوة. في كل الأحوال نحن نقول بأن مسألة الحرب البرية، هناك مقاومين لبنانيين سيكونون موجودون في الجنوب اللبناني، ومن الواضح أن إسرائيل لم تصل إليهم أو لم تستطع القضاء عليهم بشكل واسع. أعداد القتلى والشهداء من اللبنانيين في الجنوب اللبناني هي ضئيلة، والعدد الأكبر كان في بيروت أو في الضاحية الجنوبية من ذلك. لذلك في كل الأحوال إسرائيل إذا ما ذهبت إلى حرب برية ستكون هناك مقاومة. شكل طبيعة وحجم هذه المقاومة لا نستطيع نحن كمحللين سياسيين أن نتوقعها بالمعنى الدقيق، لكن نقول بأن القدرات العسكرية للمقاتلين، إرادة المقاتلين في جنوب لبنان، يمكن لهم أن تشكل حالة نوعية في عملية المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. وأن الاستعدادات العسكرية على مدار سنوات طويلة من قبل حزب الله أعتقد أنها ما زالت قائمة، وأنه بالإمكان الحديث أو رؤية إذا جاز التعبير هذه المقاومة عندما تقوم إسرائيل بعملية دخول للأراضي اللبنانية. دعينا نقول أن هذه توقعات لا يستطيع أحد رسم آلية وطبيعة وشكل هذه المقاومة، لأنها هي التي على المستوى العملي. طيب، كل ذلك ربما مرهون بالميدان وما سنشاهده في حال تم شن هذه العملية. لكن مناطق أخرى سيد جهاد، البعض يقول بأن هذه العملية البرية ليست سهلة، محفوفة ب يعني الكثير من المخاطر. بشكل أو بآخر، هل تدرك إسرائيل مخاطر أو مدى المخاطرة أو المجازفة في شن هكذا عملية برية؟ أنا لا أتحدث إذا ما كان هناك سيكون رد من المقاومة، يعني رد قوي، أم ربما هناك تراجع. لا أتحدث في القدرات العسكرية، لكن أتحدث على الجانب الإسرائيلي، بمعنى هل بالفعل يستعد لهذه المواجهة على أكمل وجه، أم ربما الغرور الذي يأخذ نتنياهو يريده فقط شن هكذا عملية بدون أن يكون مرهون هذا الأمر بحسابات معينة؟ وأقصد أن بطبيعة الحال شن مثل هذه العملية ليس بالأمر السهل. هل تدرك إسرائيل هذا الأمر أم ماذا؟ بكل تأكيد شن عملية من هذا القبيل ليس من السهل، لكن إسرائيل تستعد لهذه الحرب، تستعد للاجتياح البري ولقاء جالانت مع كتيبة المدرعات، يشير بوضوح بأن إسرائيل ذاهبة إلى هذا الأمر، أي إلى الاجتياح البري. وفي ظن أن التقديرات أصبحت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع على سبيل المثال في هذا الأمر بالذهاب إلى ذلك.
هل هي مستعدة أم غير مستعدة؟ هذه قدرات عسكرية، إسرائيل لديها قدرات عسكرية واسعة، أو إسرائيل متوحشة إذا جاز التعبير، ولديها إمكانيات عسكرية وإمكانيات القتل الواسع. إلا أن مسألة المقاومة هنا الحساب يكون يتعلق بمدى قدرات المقاومة على الأرض لمواجهة هذا الأمر. وشاهدنا في عام 2006 كانت هناك مقاومة باسلة استطاعت أن تؤذي الاحتلال الإسرائيلي بشكل واسع وكبير في الحرب البرية. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يعتمد بشكل رئيسي في بداية الحرب على الطيران الحربي. إلا أن مسألة الدخول إلى الاجتياح البري في ظني هناك صعوبات سيجدها الاحتلال الإسرائيلي، وصعوبات كبيرة. ربما اليوم التقدير هو إلى أي مدى يستطيع الاحتلال الإسرائيلي تحمل الخسائر. أما قدرته على الدخول إلى هذه المناطق في ظني أنه يستطيع، لكن المدة الزمنية التي يحتاجها الاحتلال قطاعا في الجنوب اللبناني بمسافة بأبعاد 7 كيلو إلى 10 كيلو في العمق اللبناني هذا من الغرب إلى الشرق، هذا في ظني يحتاج إلى معرفة قدرات حركة المقاومة اللبنانية أو حزب الله في تلك المناطق. إلا أنه دعني أقول أن المسألة تتعلق بالوقت، الفترة الزمنية، وبحجم الأثمان التي سيدفعها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المعركة، هما الأمران الحاسمان في إمكانية استمرار إسرائيل بالتوسع العسكري أم عودتها إلى الحدود واستمرارها بالحرب من الجو بالمعنى الآخر، أو من البحر، لأنها تمتلك قدرات عسكرية هائلة تتمكن من خلالها باستمرار الحرب أو بعمليات القصف بشكل مستمر. سيد هاني، إذا ما تحدثنا فيما يتعلق بالرد الإيراني، حتى هذه اللحظة لم يتضح بالفعل الموقف الإيراني. يتم الحديث عن خلافات بين من يريد وبين من لا يريد، وربما هناك ترقب إذا ما كان هناك رد. ماذا تقرأ بهذا الخصوص؟ دعني أضم صوتي أولا لصوت ضيفي الكريم الأستاذ جهاد، واللي أكد فيها أن التوسع في لبنان هو قادم لا محالة. لكن ما حدث في 2006 أوعبت إسرائيل هذا الدرس، وبالتالي هي تقوم بالأول بتقليم أظافر وأزرع المواد أو المناطق التي قد تدعم حزب الله تجهيز لعملية عسكرية. وبالتالي بعد حماس، وانا اقول بعد تحييد حماس في الضفه في قطاع غزه ومحاوله الخلل الذي احدثته قوه حماس الدفاعيه، اعتقد ان هذه الجبهه لن تكون مسانده لحزب الله. ايضا تحركات اسرائيل في شرق لبنان ومن الشمال ايضا تحاول ان تعرقل الامدادات التي سوف تاتي لحزب الله من جهه، ومن ثم الاستدار اليوم الى الحوثيين وضرب ميناء سيدة، واللي هو كان نقطة مهمة جدا في تفويج الأسلحة الإيرانية للحوثيين في اليمن، هو أكد على أن إسرائيل سوف تقطع الأول هذا الشوط من أجل قطع مادة الوصول إلى إسرائيل إلى حزب الله. ومن ثم بعد القضاء على الله الصف الأول والثاني، فإن من يتواجد في الوقت الراهن في حزب الله ليس لديه كاريزما السياسية والعسكرية التي تقود الحزب إلى حرب واسعة ضد إسرائيل بعد التوحش الذي أضافه ضيفك الكريم. معنى ذلك أن حسابات إسرائيل تغيرت، ومن ثم فإن على إيران من وجود القوات العسكرية الأمريكية سواء كان في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط، والتهديدات التي قال بها أوستن وزير الدفاع الأمريكي من سوف يتعرض لإسرائيل سوف تتحدث أو تتعامل معه أمريكا بهذا الشأن، يؤكد على أن هناك رسائل تهديد واضحة لإيران، والتي ظهرت جدا في الخطاب الذي قاله بازشكان في الأمم المتحدة، والذي أكد فيه أنه لن يحمل الأعداء لإسرائيل أو لن يقوم بعمليات عسكرية نوعية تجاه إسرائيل. معنى ذلك أنه بيعلن تخليها عن المقاومة لحزب الله وغيره. إذا إسرائيل لم تقوم بالعملية البرية المحدودة أو الموسعة في وجهة نظري إلا عندما تستطيع أن تقطع
كل وسائل التواصل ما بين حزب الله وبين أصدع الدفاع أو المقاومة في المنطقة العربية أولا، ومن ثم تكون الساحة اللبنانية مباحة ومستباحة بالنسبة للقدرات طيب. العسكرية الإسرائيلية التي تغيرت بعد وجود غرفة عمليات عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة. نعم سيد جهاد، أخيرا وقبل انتهاء الوقت، في مسألة الرد الإيراني، على ما يبدو بأن هناك تحفظ حتى هذه اللحظة في مسألة الرد من عدمه، ويقال بأن حزب الله ترك وحده في قلب المعركة. هل تعتقد فيما لو حصل الرد الإيراني، هل ستحوله إسرائيل إلى فرصة للهجوم على إيران بالتالي ضرب العمق، أم ربما يعني دخول إيران في هذه المواجهة سيجر المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة؟ يعني من ناحية أولى، دخول إيران إلى هذه الحرب يعني أننا على أبواب الحرب الشاملة. هذا من جهة. من جهة أخرى، إسرائيل تتحين الفرصة للوصول إلى هذه الحرب ولضرب إيران، خاصة أن مشروع نتنياهو منذ عام 2009 إلى اليوم وهو يركز بشكل رئيسي على العداء لإيران باعتبارها العدو الأول، وما يقوم به هو محاولة للقيام بضرب أذرع إيران كما يقول الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، سواء حركة حماس في قطاع غزة أو في حزب الله في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى عملية أو القيام بعمليات وفي سوريا والقصف الذي نراه بشكل مستمر أو على فترات عفوا على الجبهة السورية في دمشق وفي غيرها من المدن السورية. هو يتحين الفرصة للوصول إلى حرب مع إيران كي يشعل هذه المنطقة وإدخال الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. هذا ما يريده نتنياهو، لأنه يعتقد أن هذه الحرب يمكن أن تكون لصالح الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية التي تريد أن تتمدد بشكل واسع وكبير في هذه المنطقة، أو على الأقل إقامة الدولة اليهودية من النهر إلى البحر وفقا لمفهوم نتنياهو الأيديولوجي، مع استمرار إمكانية إبقاء جنوده في الجنوب اللبناني، وهو يغير المعادلة التي سارت بها هذه المنطقة على مدار 30 عاما الماضية. هو دمر على مدار 30 عاما اتفاق أوسلو، واليوم يعود إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حتى تلك مناطق ألف وباء والتي غير فيها معادلة الوجود الاحتلال الإسرائيلي، بما فيه غير فيما يتعلق برخص البناء في مناطق باء، أو إزالة صلاحيات السلطة الفلسطينية بتقديم رخص البناء في مناطق باء. هذا من جهة. من جهة ثانية، يعيد أو أعاد النظر بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وكذلك أو خطة الانفصال كذلك من شمال الضفة الغربية، وأعاد تعديل القانون بحيث يعيد المستوطنين إلى تلك المناطق التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، واليوم يريد العودة من جديد إلى إقامة شريط حدودي في داخل لبنان، بالمعنى عودة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي لبنانية كانت قبل عام 2000 موجود فيها الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الأمر الذي يشير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية الحالية تريد التوسع الاستعماري في هذه المنطقة. الكاتب المحلل السياسي جهاد حرب، كنت معنا على الهواء مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لضيفي من القاهرة، كان معنا عبر زوم الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية هاني الجمل، شكرا جزيلا لكما ضيفائي. وشكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.